أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. زي ما عودناكم إن حلقاتنا دايما بتكون موضوعاتها مهمة ومتخصصة علشان نقدر نفيد حضراتكم بمعلومات صحيحة. النهاردة هنتكلم عن التغذية، وده لأن التغذية السليمة من خطوط الدفاع الأولى للحفاظ على الجسم منذ البداية. معانا النهاردة ضيفة مهمة ومتخصصة في التغذية العلاجية، دكتورة عليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بكلية طب القصر العيني، وعضو الجمعية المصرية والعربية للتغذية الصحية والعلاجية. أهلا بحضرتك يا أهلا دكتورة. يا إيه. إزاي أعرف إن أنا عندي مشكلة وأقول لأ أنا لازم أروح لدكتور تغذية علاجية؟ إمتى؟ عامة هي التغذية العلاجية يعني إيه؟ التغذية العلاجية يعني علاج ووقاية، يعني أنا ممكن يبقى عندي مشكلة أعالجها بالتغذية، وممكن إن أنا أقي نفسي أصلا من إن أنا يحصل لي مشكلة. بعض المشاكل بتتشخص عامة بالأعراض، يعني يبقى عندي أعراض اشخصها او اروح للدكتور، مش لازم يطلب مني تحاليل، ممكن الدكتور يشخص عن طريق الكشف وعن طريق الهيستوري اللي هو التاريخ المرضي للعيان. زي ايه أيوة. مثلا؟ من الحاجات اللي الناس بتتخيل ان لو عملت تحليل ليها هيطلع لي نتيجه يعني ايديال او بيرفكت. زي ايه؟ زي مثلا نقص المغنيسيوم. ناس كتيره جدا بيجي لهم اعراض ومش عارفين ده سببه ايه، والتحليل بتاع المغنيسيوم بالذات بقى مش اكيوريت قوي. ليه؟ لان المغنيسيوم كعنصر يعني كمعدن موجود بنسبه 98% جوه الخليه، فبالتالي انا لو عملت تحليل في الدم لازم يبقى عندي بقى نقص شديد، وابتدت الاعراض توصل لمرحله ان انا ممكن ما اعرفش اعالجها، فبالتالي هو بيتشخص اكتر بالكشف. بالكشف. تمام. يعني من اعراضه الكرامبات، ممكن حد يكون بيجيله كرامبات بالليل كتير. تمام. عنده ارهاق، احساس بالارهاق. لو هو مريض ضغط بياخد دواء الضغط وما عندوش استجابة، الضغط ما بينزلش، بيعاني دايما من ضربات قلب مش منتظمة وسريعة، فبالتالي ده من الحاجات اللي ممكن تتشخص بالهيستوري بتاعها والكشف، يجي لي عيان اكشف عليه بدون ما اطلب تحليل. تمام، لازم ساعتها يبقى انا كده لازم اروح اتوجه لدكتور تغذية توجيه علاجية. للدكتور تغذية علاجية. تمام. بعض الاعراض زي سقوط الشعر مثلا ممكن يكون سببه نقص زنك، وفي نفس الوقت انا ما ينفعش اخد المعادن دي لوحدي، لان ايوه ممكن مع فتره تعمل لي مشاكل اكتر من المشاكل الموجوده، ايوه فلازم اخده برضو بحذر جدا. زي الفوليك اسيد مثلا، في ناس بتاخده متصوره ان انا ما باكلش فوليك اسيد كتير، فبالتالي ان انا هاخده مثلا من الخضار والفاكهه مش عارفه اكله، فاخده كاقراص، أوه. وبالتالي ان انا ممكن يحصل لي مشكله اكبر، لان هو في دراسات اتعملت على الفوليك اسيد قالت لك ان هو بيعمل نوع من انواع الكانسر لو انا خدت بنفسي أنا من كتير نفسي. كتير وفترات طويله، أيوة. طيب، فلازم يبقى تحت اشراف طبيب طبعا. في بعض الناس بتعتقد إن الرجيم حرمان من الأكل، ده صحيح ولا لأ؟ ده غلط خالص، يعني ده مش صح. يعني مش صح ان انا افتكر ان دايما ان انا عشان هعمل دايت ان انا هتحرم، بس في نفس الوقت انا ممكن اكل كل حاجه بكميات محدده. بس بيبقوا متخيلين بعض الناس ان انا مثلا انا هحط لك مثلا سي مكرونه بالبشاميل في الدايت، بحط لها على حسب هي نفسها فيها، بس احط لها بمقدار معين مناسب بكمية معينة. لسعراتها الحراريه. مش معقوله هتاكل كميه كبيره عشان اقول لك الدايت واضحك عليك واقول لك الدايت ما فيش فيه حرمان. هو ما فيش فيه حرمان في الكميات، في حرمان في الكميات، لان كل حد بيبقى ليه بيزا ميتابوليك ريت، يعني سعرات حراريه جسمه محتاجها، لازم انا التزم بيها، ولازم اقلل كمان يعني حد قليل مش كتير عشان احافظ على صحه الكلاينت بتاعي. يعني ايوه. طيب، بعض الناس بيستخدموا الدايت مكان بعض. يعني ايه مكان بعض؟ يعني مثلا واحده راحت خدت نظام غذائي ايوه تدي لصاحبتها. فلصاحبتها تطبقه، يعني طب ده بيبقى ليه يعني ضرر على الجسم؟ لو هو اصلا الدايت عامه هو ايه؟ يعني هو الدايت اللي ماشيه عليه البنت مثلا هو دايت مظبوط مناسب ليها ولا لا؟ بس طبعا هو في الاول وفي الاخر غلط، لان الدايت لازم يكون الى حد ما متفصل على الحاله اللي قدامك، او هو مناسب ليها. ممكن تبقى حاله عندها حاله مرضيه، عندها غده، عندها مشكله، والتانيه ما عندهاش حاجه، طب انا اديها ليه نفس الدايت؟ ممكن ايوه. يعمل لها مشاكل. طيب، ايه الاخطاء الشائعة في الرجيم؟ الاخطاء الشائعه في الرجيم حاجات كتيره. يعني اولا تبتدي من ان انا ماشيه على دايت مش مظبوط، بمشي ورا الموضه. يعني الدايتس دلوقتي بقى فيها موضه، زي كيتوجينيك دايت، زي الصيام المتقطع، دي حاجات بتظهر حديثه والناس بتمشي تجربها وبيجي لهم مشاكل. دي اخطاء. الاخطاء التانية في الدايت نفسه، ان ممكن يكون شخص النظام بتاعه لازم يكون فيه ريستريكشنز قوي، ان هو يصحى بدري وينام بدري وياكل، لا ما بيمشيش على المواعيد، برضو غلط. ما بيشربش ميه كتيره، برضه غلط، لازم يشرب ميه كتير. بتحط تكتبي له خضار وفاكهه في في الدايت ما النظام. بياخدهمش. تمام. بيشرب كميه كافيين اكتر من الحد المسموح، فبيعمل نفسه حاجه اسمها سلطة نوتري تانشن، يعني بي بي
بيجمع ميه جوه جسمه بسبب الكافيين العالي، فبالتالي برضه ما بينزلش ما بينامش. الناس متخيله النوم ده ايه يعني عادي، طب يعني ايه مشكله ما نامش يعني؟ لا، النوم بيأثر على مهم. هرمونات كتيره جدا، ويعني بيساعد على نزول الوزن، بيمنع من الاكتئاب، حاجات كتيره قوي النوم بيأثر عليها. تمام. طيب منطقة البطن بقى اللي عاملة مشكلة مشكله عند الناس لمعظم كلها. الناس، يعني معظم الناس عندها المشكلة دي، ازاي نخسسها ونحافظ عليها، يعني نحافظ على المنطقة دي؟ بصي، مشكله البطن يعني برضو على حسب الحاله. انت ممكن تجيلك سيده كانت حامل وخلفت مرتين وثلاثه، خلفت مثلا بطريقه السيزيريان سكشن، فبالتالي هي بطنها بقى فيها ترهلات وفيها مشاكل كتيره. فهو على حسب الحاله، بس انا لو هقول لك على شويه وقايه بين ان انا يحصل لي مشكله في البطن، اول حاجه لازم احافظ على قعدتي. في بعض الناس بيشتغلوا عدد ساعات طويله على مكتب على لابتوب وبيقعد كتيره، فبيقعد متني، فبالتالي بعد فتره يجي له ضعف في عضلات بطنه. لازم يقعد مشدود لازم كده. يقعد مشدود، ولو مش عارف يقعد مشدود بيشتري حاجات تساعده تتحط في الكرسي نفسه، بحيث ان هو دايما يبقى فارد بطنه. في بعض الـ يعني الـ الاشاعات او الاراء ان اشربي ميه في وسط الاكل عادي، وفي ناس طلعت تضربت الاقوال وقالت لا الدكاتره بتقول كده ده غلط، احنا الميه داخله في كل التفاعلات الكيميائيه فبالتالي اشربها عادي. انا كدكتوره ومن خبرتي مع العيانين بقول لك لا، افصلي الاكل عن الشرب، يعني ما تاكليش وتشربي في نفس اللحظه، لا تاكلي وتشربي. فعايزه تشربي ميه اشربيها قبل الاكل، يعني عادة ان الواحد يشرب يشرب مية وهو خلال الاكل بياكل. دي لا انا يعني انا خاطئة. بقول لك هي في حاجات بتبقى بالخبره هو عامه. في اقوال بتقول ان هو علشان يعني يسد النفس عن الاكل يسد او النفس يبقى اشربها قبل الاكل مباشره فعلا، واستنى مثلا 10 دقايق وابتدي اكل، هلاقي نفسي ان انا مش قادره اكل، انا شربت ميه كفايه، فبقى عندي احساس يعني مضلل بان انا مش جعانه لان انا ماليه معدتي ميه بس. أيه. طيب عايزين نعرف ايه أهمية الرياضة بالنسبة للرجيم وتأثيرها على الرجيم؟ الاساس بتاعنا في نزول الوزن الفقدان الدايت، النظام المظبوط، ولكن الرياضه بتساعد ان هي بتزود الطاقه الخارجه، يعني بتزود الطاقه الخارجه بنسبه 25%، فبالتالي انا بستهلك طاقه كتير، وبالتالي ان انا هقلل بقى من التوتال بتاعي فهنزل اسرع. دي حاجه. الرياضه مهمه كمان في الحرق الدهون عامه، بمعنى ان انا مثلا لو اتمرنت، احنا في رمضان، فلو حد اتمرن قبل الفطار بيبقى الجسم مهيأ تماما، بس يكون التمرين خفيف، يعني بيلعب حاجات مايلد زي مثلا بيجري شوية، بيتمشى شوية، بيلعب قبل الفطار. قبل الفطار. الوقت ده بالذات الجسم بيخش على الجلايكوجين اللي هو بتخزن وبيحرقه، فبيبقى حاجه كويسه. الدايت، الرياضه كمان بتعمل ري شيبينج، يعني البنات اللي بتخس بدون رياضه خالص انت في الاخر هيبقى شكلك مش حلو، يعني حجما رفيعه لكن شكلا ما انتيش شكلك هيلثي، فطبعا هي مهمه. طب نعمل ايه في فترة الكورونا علشان نقوي المناعة؟ طبعا يا رب الكورونا تعدي على خير يا بقى رب ان شاء الله. ونرتاح يا كلنا. رب يا رب. الكورونا، المناعه عامه مش حاجه بتتبني بين يوم وليله، يعني انا قررت دلوقتي يبقى عندي مناعه يبقى انا خلاص هروح اكل خضار وفاكهه ومناعتي هتزيد. ايوه. المناعه بتبتدي من الطفوله، من اول الرضاعه الطبيعيه، من اول الطفل لما ابتدي يعني اغذيه كويس. ولكن ان انا لو هبتدي بشويه تبس تساعد الناس، ان انا برضو هبتدي اقلل جدا من السكريات، السكريات بالحاجات، السكر الابيض والسكر اللي هو داخل كنشويات داخله في معجنات اللي هي بنسميها ريفايند جرينز، اللي هي بيشيلوا القمح الكامله وبيعملوها ريفايننج، بيشيلوا منها كل حاجه ويحولوها لدقيق ابيض. دي اكتر حاجه بتضر المناعه. اكل لين بروتين اللي هو البروتينات اللي بتبقى قليله الدهون، ما استخدمش قلي كتير لان ده بيدمر البروتين، يعني بيحصل له حاجه اسمها ديناتوريشن، القيمه الغذائيه للبروتين نفسها بتقل، فبالتالي ان انا اكل كل حاجه طبيعيه، اكل خضار، اكل فاكهه، اشرب لبن، اخد حاجات فيها فيتامين سي، حاجات فيها فيتامين اي، مصادر فيتامين سي معروفه سواء البرتقال، الليمون، الجوافه، يعني ناخد الفواكه. فيتامين سي لا أقراص لا، ولا من لو حد ما الحاجات عندوش الطبيعية؟ مشكله والدكتور مش طالب منه فيتامينز، ما ناخدش اي حاجات طبيعية. فيتامينز، كل الحاجات دي بتدور الكلى والكبد وبتترصد عليه، ومع يعني على فتره طويله بتعمله مشاكل. ايوه. طيب حضرتك لسه قايلة ان المناعة بتبتدي من الطفولة، بالظبط. عايزين بقى نعرف ازاي نحافظ على صحة أطفالنا الغذائية. طبعا اول حاجه لو احنا ابتدينا بالطفوله من اولها خالص، يعني الام اللي تقدر ترضع طبيعي ترضع طبيعي، لان احنا الرضاعه الطبيعيه ما بتعوضهاش حاجه تانية، يعني مفيش حاجه تعوض الرضاعه الطبيعيه. بلس ان اول ما الطفل
يبتدي بعد عمر السنة ان احنا ندخل له اكلات، نهتم بالاكلات اللي فيها حديد، ما نعرضش طفلي ابدا ان هو يبقى عنده نقص حديد، لان الطفل بالذات بنبقى محتاجين منه تركيز في المدرسة، محتاجين منه طاقة. اطفال انت عارفة ان هم قد ايه بيتحركوا حركات سريعة جدا، فلازم ان انا اخد بالي من الموضوع ده كويس قوي. طيب ايه اسباب واعراض السمنة عند الاطفال؟ السمنة عند الاطفال، السمنة عامة بتتكون لاي شخص من عمر السنة. من عمر السنة لو انا ما حافظتش على اكل طفلي، وخصوصا في بعض الامهات تيجي لك تشتكي ان طفلها رفيع، بتيجي توزنيه وبتشوفيه على حاجة اسمها جروث تشارت. الطفل لحد 20 سنة ما بنوزنوش على ميزان عادي، بنحطه على تشارت كده ونشوف هو فين. بتطلعيه بتقولي لها ابنك كويس جدا، مفيش فعل، اصله رفيع يا دكتور رفيع. طب عايزاه يتخن ليه؟ عايزاه يتخن هو، لو ما تخنش دلوقتي وما بانش عليه يتخن بعدين ليه بقى؟ لان الخلايا الدهنية بتتكون من حاجتين، عدد وحجم. لما انا اجي ابقى طفل تخين وابتدي يتربى عندي عدد كبير من الخلايا الدهنيه، واجي اكبر ويوم بقى بفكر اعمل دايت، جسمي هيقل في الحجم مش في العدد. فبالتالي لازم احافظ على اكل ابني. هو مش محتاج دهون قبل سنتين، يعني الطفل قبل السنتين مش محتاج ان انا اديه دهون، مش ممكن ما ياكلش دهون، ياكل الحاجات كلها مسلوقه، ياكل طيب والسكريات والحاجات دي يعني بعد عمر السنة، ايه بقى النظام الغذائي اللي الأطفال المفروض يبقى ياكل. ليهم؟ هو الطفل بعد عمر السنه ممكن ياكل اي حاجه، ياكل من اكل البيت، مش لازم حتى يتهرس، بياكل فراخ، بياكل بيض، بيشرب لبن، ياكل خضار، ياكل فاكهه، كل دي يعني مناسبه ليه جدا. طيب ايه نصيحة حضرتك للآباء والأمهات اللي بيبقوا قلقانين بسبب أوزان أطفالهم؟ يعني تنصحيهم هو بيبقى بإيه؟ ده بقى تأنيب الضمير، هو اللي شايل السريتر كده، وبتيجي بقى ضميرها مأنبها وعايزه بعد ما الدنيا باظت عايزه بقى تبتدي تعالجه. لا، احنا نحاول ان احنا نعالجه قبل ما يجي العيادات. طب لو هو جاي في العياده وطفل مليان، هنعمل فيه ايه؟ هل احنا بنعامله زي معامله الكبير وبنخسسه بنفس الطريقه؟ الاجابه لا، مش كده. الطفل لازم يتعمل له نظام غذائي مناسب لحالته الصحيه عشان ما اثرش على نفسيته، وفي نفس الوقت الطفل لازم يلعب رياضه. يعني ممكن انت تتغاضي عن الرياضه شويه او بتقلليها للناس الكبار، ولكن الطفل لازم تدخليه في رياضه لمده ساعه تقريبا يوميا، يتحرك يتحرك. وبنقلل الاكل لتقريبا النص، وبنمنع بقى الحاجات الجانك فود والشوكولاتات اللي على طول والحاجات المصنعة، طبعا دي كارثة. طيب نمنعهم من العشاء علشان ما من ياكلوش العشاء اكل ويناموا؟ ونديهم الصبح. لا، احنا يعني ممكن نحط مواعيد، يعني ممكن مثلا الطفل اللي كان بياكل جانك فود مرتين في الاسبوع نخليه له مرة في الشهر. في فرق بين ان انا اكل بره البيت واكل اكل صحي برضو، وفرق ان انا اكل جانك فود اللي احنا مش عارفين هي متصنعة ازاي، يعني دي بتبقى كارثة. فالصح لو الطفل خلاص نفسه فيها قوي تبقى مرة في الشهر. ايوه تمام. ماشي. اعزائي المشاهدين هنخرج فاصل سريع ونرجع لكم تاني، انتظرونا. السلام عليكم، انا اسمي تامر عبد الحميد خشان، انا رئيس جمعيه شاركنا للخدمات والمساعدات. احنا جمعيه شاركنا بدات من خلال جروب على فيسبوك، ابتدينا نعمل انشطه خير على الارض مع الناس، ابتدينا ناخد بقى الشكل القانوني، وبناء عليه انشانا الجمعيه اللي احنا موجودين فيها دي، اللي هي مقرها في ميدان السيده زينب. احنا بنعمل وجبات يوميا في رمضان، وبقالنا 5 سنين 6 سنين بنعمل وجبات يوميا كل رمضان، بالاضافه ان احنا العيد الكبير بنذبح فيه طبعا. بالنسبه لرمضان والوجبات، احنا من رمضان اللي فات حتى تاريخه، حتى رمضان 2021، احنا بنعمل وجبات يوميا سواء في رمضان او في غير رمضان. بنحاول نكون شكل مختلف بغض النظر عن الكورونا، احنا بنحاول نروح للناس الفئات اللي مش مستهدفه قوي، بمعنى المستشفيات، القصر العيني، ابو الريش للاطفال، معهد الاورام، 57، المستشفيات دي مش بنخش جوه المستشفى، احنا بندي الاهالي اطفال المرضى اللي بره المستشفى. في رمضان بيبقى خير كتير بالنسبه لابو الريش والاورام، احنا بنروح مكان ابعد شويه، الحمد لله عندنا عربيات وشباب متطوعين كتير، بنوصل لمستشفى القصر العيني عند قسم الولاده والحتت دي، مفيش ناس كتير بتروح هناك يعني. احنا بنطلع بالوجبات ما يقرب 200 وجبه 300 وجبه 150 حسب ما ربنا يكرم ونطلع، سواء مننا او من ناس متبرعين، بنطلع بيهم ونبتدي نشوف المكان، لقينا ناس بتوزع بنبتدي نروح مكان تاني ابعد شويه. أنا آلاء حمدي، متطوعة في جمعية شاركنا. الحمد لله الشباب بدأوا يجوا يتطوعوا معانا هنا في الجمعية، الحمد لله النهاردة يوم لطيف جدا، كان في ناس كبار في السن وكمان في شباب بيساعدونا في تجهيز الوجبات. وطبعا نفتكر دايما إن الشعار بتاعنا شاركنا الخير عشان يوصل للغير. أنا مدام عايدة جاية متطوعة لأهل الخير،
اني انا اعمل خير النهارده عشان اقدمه للناس. والنهارده باذن الله عملنا حاجات حلوه، عملنا مكرونه، عملنا جلاش، عملنا بانيه، والحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا. احنا عايزين نعمل خدمات للناس كلها وتطويع للناس كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا انا مصطفى مبابي مبنى السيده زينب في جمعيه شاركنا. عندنا وجبات فطار، بنعمل سحور على طول، شغالين كل شهر رمضان فطار. اللي محتاج علاج بنجيب، دواء بنجيب، اي حاجه بنقدم الخير للناس فيها في الجمعيه. جمعيه شاركنا كانت البدايه لجمعيه شاركنا عام 2016، حيث كانت فكره خطرت في بال احد اعضاء الجمعيه، ثم عرضت الفكرة على جروب أهالي منطقة السيدة زينب، وكان من فضل الله أن ظهرت جمعية شاركنا على أرض الواقع. ولم يقف مستوى انتشار الجمعية فقط على الأهالي المصرية، وتختلف جمعية شاركنا عن غيرها بأن العضوية لا تلزم شروط اجتماعية وتعليمية معينة، فإنه يشارك فيها أعضاء من مختلف الظروف التعليمية من الطلاب والخريجين، وكذلك تختلف الظروف الاجتماعية، وذلك لكي نزرع ثمرة العطاء والمشاركة الفعالة في مختلف الأعمار والإمكانيات. هيا بنا نأخذ جولة سريعة في جمعية شاركنا. جمعية شاركنا، شاركنا الخير يوصل للغير. ورجعنا لكم بعد الفاصل. معانا دكتورة عليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بكلية طب القصر العيني، عضو الجمعية المصرية والعربية للتغذية الصحية والعلاجية. أهلا بك تاني يا دكتور. عايزين نعرف إيه تأثير السمنة على الأجهزة الحيوية للجسم؟ السمنة عامة بتأثر على حاجات كتيرة، يعني السمنة ممكن تبقى سبب للضغط، سبب للسكر، سبب للكانسر، سبب لحاجات اسمها مال نيوتريشن، ممكن تأثر على الغدد اللي في الجسم. يعني السمنة عامة بتبقى كارثة، يعني احنا لازم نعالجها. يعني دايما بقول للناس مش دايما السمنة شكل الجسم جميل او انت شكل حلو، لا، خافي ان انت بعد فترة ممكن يجيلك هشاشة في العظام، ممكن تقدريش تحركي لان حمل على ظهرك وفقراتك. فعامة لازم ان احنا السمنة نحاول نعالجها، يعني هي مرض. يعني السمنة مرض، ومرض عقلي اكتر. يعني ممكن تكون الناس متخيلة ان السمنة مرض في البطن، انا بحس انه مرض في العقل عامة. يعني بتبقى الشخص يعني ماشي ورا الاكل بطريقة وشراهة وبيأكل وهو مؤثر عليه، مش يعني ما عندوش وعي تام. ايوه، دي بتبقى حاجه يعني حاجه مالهاش حاجه. ايوه. طيب عايزين نعمل منظومه صحيه للبيت كله، يعني نمشي على نظام صحي للبيت كله. تمام، نمشي على نظام صحي للبيت كله. نبتدي من السوبر ماركت، يعني اول ما حد، يعني مثلا ست البيت اللي بتنزل تشتري حاجات من السوبر ماركت، ناخد بالنا كويس قوي هي بتجيب ايه. لو انت عايزه تمشي البيت كله على منظومه صحيه، يبقى انا هشتري حاجات صحيه من السوبر ماركت ومش هدخل البيت حاجه مش صحيه. أيوة. يعني هستبدل الحلويات بالفاكهه، هحط خضار كتيرة، احط لبن البان ومنتجات الالبان كلها كجبن وكلبن وكزبادي. دايما اتجه للحوم اللي ما تبقاش فيها دهون كتيرة. حتى اللحمة نفسها مش صحية ان انا كلها كل يوم، تبقى مرة في الاسبوع، وعوض الايام التانية بسمك، حتى بقوليات. مش لازم كل يوم يبقى فيه بروتين حيواني، ممكن يبقى فيه بروتين نباتي زي الفول، زي ان انا اخد حاجه زي العدس او الكشري، حاجات فيها يعني تكمله للبروتين من كذا حاجه. لكن اللحوم مرة اسبوع يستحسن. يعني اللحمه الكتير قوي يوميا دي مش صحيه. وبرده في بعض الناس تقول لك اللبن، يعني في دراسات نشربه كتير، لا، في ناس بتقول ما تشربوش ان هو في مشاكل. بالعكس، الالبان الدراسات اللي اتعملت عليها مش حقيقيه ان اللبن مش صحي، بالعكس اللبن صحي، بس ان هو بيساعد على نزول الوزن. يعني انت لو في بعض اللبن بيساعد على الكالسيوم، في بعض النظريات بتقول ان انا لو مستوى الكالسيوم اللي هو الايونيز كالسيوم لو قسته وكان مظبوط، ده بيساعد كويس جدا في الحرق. يعني الناس اللي بتشرب لبن وبتاكل زبادي، بتاخد منتجات البان عامه فيها بروبايوتكس زي الزبادي، بتنزل احسن. بس غريبه ان هي يعني بتساعد على نزول الوزن. يعني في ناس بتعتقد ان هي لا، بتزود الوزن عشان فيها دهون، او هي فيها دهون. بس دهون مش هي ساتوريتد فات، اللي هي دهون مشبعه. بس مش ما بتاثرش على الكوليسترول زي الدهون المشبعه الموجوده في اللحوم او موجوده في الحاجات الجنك فود، ولا مش دي. طيب في مواعيد معينه للوجبات؟
لو احنا ماشيين على نظام غذائي متوازن في كربوهيدرات وفي نشويات وفي دهون، المواعيد طبعا مهمه جدا، الفطار لازم يبقى بدري، انام بدري. عامه الناس الاصحاء بيحافظوا على مواعيدهم كويس قوي. يعني لو احنا من قديم الازل شفنا، هلاقي معظم الناس اللي بتحافظ على وزنها هي الناس اللي بتظبط مواعيد نومها وفطارها واكلها. ايوه، زي ما بيجي لحضرتك كده ناس عايزين يقللوا من وزنهم، في ناس بتبقى عايزه تزود من وزنها، يعني أيوة. ناس بتاكل وما بيبانش عليها، يعني سبحان الله، يا بختهم والله يا بختهم. فعايزين نعرف يعني ده ايه حاجه. دول بيبقوا نحافه. اول حاجه مريض النحافه لازم نعمله تحاليل نتاكد ان هو نحافته دي مش عضويه. يعني ممكن تكون نحافه سببها مثلا نقص خلل في الغده الدرقيه، ممكن يكون سببها شويه ديدان، فممكن نكون ان احنا بنعمل برضو تحليل براز بنشوف صورة الدم اخبارها ايه، لازم نطمن عليه. عامة والنحافة ممكن بتطلع التحليل كلها سليمة وهو عنده حاجة وراثية في الجينات على كروموسوم معين مخليه ان هو ياكل عادي وما بيتخنش خالص. ما بيتخنش خالص بس نطمن ان هو مش بينزل، مش بيفقد وزن على طول، لا. يعني على الاقل محافظ على وزنه شوية. ايوه. طب ايه علاقة الغدة الدرقية بالسمنة والنحافة؟ الغدة الدرقية ممكن تصاب بمرض تبقى ام هايبر، يعني بتبقى اوفر اكتف، بتشتغل بنشاط كبير فبالتالي العين بيحرق وبيخس على طول، او بتبقى هايبو اللي هي عندها كسل. ممكن بتبقى وراثه، ممكن بيبقى مرض مناعي اصاب الغده خلاص اثر عليها وبقت هايبو. طيب هل هو مريض الغده لازم يبقى انسان تخين؟ يعني ده بحس ان اي واحده تعرف ان انا عندي غده انا هبقى ده تخين، ده سبب انا خلاص انا كده عمري مهما عملت ده. على فكره ده يعني تحليل غلط خالص، ده مش صح. ممكن يبقى مريض الغده ده جسمه يعني مثالي عن الشخص الطبيعي. ليه بقى؟ لانه عارف مشكلته، حدد المشكله، راح للدكتور صح، مشي على تعليماته، عرف مشكلته في ايه. مريض الغده مش بس مشكلته ان هو عنده مشكله في الحرق، ان حرقه قليل، هو كمان عنده مشكله في حرق الكربوهيدرات عامه، النشويات. فبالتالي هو يعرف انا هاكل ايه وهاكل امتى وهاكل ازاي، فيعيش حياته صحيه جدا ويخس عادي. ايوه، ما فيهاش مشكله. طيب دكتوره عليا، رمضان عندنا مرتبط بصوره ذهنيه معينه. أيوة. قطايف بقى وكنافه وقمر الدين وحلويات، ازاي نقدر ناكل من كل الحلويات دي ونحافظ برضو على وزننا؟ ناكل من كل حاجات عادي، ازاي بقى؟ ناكل كميات صغيره، كميات يعني كميات صغيره. عايزه اشرب قمر الدين النهارده هشرب قمر الدين، بكره هاكل كنافه، بعدين أيوة. هاكل بسبوسه، كل يوم هاكل حاجه نفسي فيها. لكن انا مش صح ان ناكل كل حاجه مره واحده في نفس اليوم. ايوه خالص، بس هاكل كل حاجه، بس كل يوم حاجه، يعني كميات، قطعه كده من كل حاجه، ما اخدش بقى كل حاجه في نفس اليوم بس كده. ايوه. كل سنه وحضرتك طيبه وانتي طيبه. عيد الفطر خلاص يعني قرب. وطبعا في رنجه وفي كحك وفي فسيخ وفي حاجات اللي بتودي في داهيه دي. ايوه جميله دي. طيب برضه عايزين يعني ننظمها كده، ننظمها برضه ان احنا في الفطار بس ممكن ناكل يعني الفطار اللي هناكل فيه كحك ما ناخدش في الغداء رنجه وفسيخ. يعني لا مش هينفع، مش هينفع، هنروح المستشفى. ايوه لازم. فممكن الصبح مثلا نستبدل الفطار بتاعنا بكحك او ببيتي فور او مثلا أيوة. بسكوت مع كوبايه الشاي كده اكلته ومبسوط. وفي الغداء، في الغداء بقى همشي دايت، بقى همشي الاكل بتاعي. لو انا حد بيحافظ على وزنه هيمشي دايت، مش هياكل أيوة. بقى الحاجات دي. ثاني يوم ممكن بقى ناكل رنجه او فسيخ، ما ناخدهمش برده مع بعض. أيوة. طب الرنجه انا ما عنديش مشكله فيها لان هي مدخنه ومفيش فيها مشاكل، ولكن الفسيخ لازم اخد بالي قوي من المصدر اللي انا بشتري منه عشان ما اعملش لنفسي مشاكل. بحط مع الاكل حاجات فيها بوتاسيوم عالي، فيها مغنيسيوم وفيها كالسيوم، لان الثلاث عناصر دول بيعادلوا الصوديوم. يعني انا لو واحد عندي ضغط اركز على العناصر دول في اكلي، مع الوقت هلاقي الصوديوم والضغط بتاعي انتظم. يعني احط كابوتشا، احط طحينه، احط ليمون، احط اوراق خضراء، بقدونس. ممنوع طبعا اشرب مياه غازيه عشان ما الدنيا ما تبقاش مع الفسيخ طبعا، ممنوع. طب ومع الرنجه؟ ولا مع الرنجه. المياه الغازيه عامه اي نوع حتى الدايت منها فيها نسبه صوديوم عاليه جدا، وبالتالي انت بتاخدي صوديوم من هنا وصوديوم من هنا. اي حد حتى الطبيعي ممكن يتعب جدا. يعني ما بالك بقى لو حد عنده مشكله صحيه، عنده ضغط ولا عنده سكر ولا عنده حاجه في القلب. طبعا دول يعني لازم ياخدوا كميات قليله جدا، ما تعديش ال 100 جرام وهي مره واحده بس، لو يعني دكتورة عليا، في بعض الناس بيجوا لحضرتك بيقولوا لك عايزين ثلاث وجبات بمواعيدهم، يعني نحاول نطبق عليهم. ده دايت يعني؟ ايوه يعني دايت. انا ضد الموضوع ده، لا بس انا هريحك وهقولك على حاجات. يعني ليه؟ لان انا مثلا ممكن اقولك دلوقتي الفطار شوفان، اربع معالق شوفان مع كوبايه لبن، او خدي نص رغيف مع بيضه، هل ده كل الناس تنفع تمشي على ده؟ طب ممكن يكون جاي لي عيان محتاج 1800 سعر، ممكن بدل ما احط له نص رغيف بلدي احط له رغيف كامل. فعامه مفيش نظام، بس دايما اخلي وجباتي صحيه. مثلا ممكن الفطار بتاعي عامه البيض وجبه مثاليه للفطار، لان انت بتاخدي وجبه فيها بروتين،
فيها فيتامين د مع مثلا ممكن ناخد زبادي، ممكن ناخد معاها عيش. دايما الجأ للبدائل الصحيه، العيش دايما لازم يكون هول جرين. هول جرين يعني الحبه الكامله، الحبه الكامله عشان ما تعرضش للحاجات اللي هو العيش البلدي بتاعنا، العيش البلدي بتاعنا، او حتى لو عيش تاني توست هول جرين برده مفيش فيه مشكله خالص. طيب عايزين حضرتك تختصي برنامج سكان المجره بوصفه سحريه للتخسيس، يعني اللي قاعد دلوقتي بيتفرج علينا عايزين بقى نعرف وصفه كده تخسسه. يعني وصفه سحريه للتخسيس، ممكن اقول ان احنا لو بعد الساعه 6 ابتدينا نعمل صيام متقطع كلنا، ان احنا ما بناخدش اي حاجه فيها سعرات حراريه، بنسيب معدتنا ترتاح تماما. حتى انا لو ملخبط في الاكل الصبح ما فيش مشكله، بس وانس ان جت الساعه 6 زي سندريلا كده هرمي الاكل ومش هبص له تاني. من الساعه 6 ابتدي اعيش على المشروبات، ممكن اشرب عصير ليمون بدون سكر، ممكن اشرب شاي، ممكن اشرب قهوه خضراء، ممكن اشرب قهوه عاديه، ممكن اشرب اعشاب. كل دي حاجات مع اللونج تيرم على الاستمرار هتفرق قوي. اكتر حاجه للبنات في بطنهم هتلاقي بطنها بتتشد، يعني ممكن تبقى هي اوفر اول هي شكلها مليان، ولكن هتلاقي بطنها مشدوده وظهرها مشدود، هتلاقي جسمها حلو. الزبادي بالليمون بالليل والحاجات دي للبطن. الزبادي فيها بروبايوتكس وفيها كالسيوم جميل جدا وفيها بروتين، والليمون فيتامين سي، حاجه صحيه جدا نحطهم على بعض. ايه علاقتها بقى بالتخسيس؟ انا مش عارفه. لا هم بيقولوا يعني بتخسس البطن. لا لا يعني مختصب منطقه البطن، ملهاش علاقه. الزبادي عامه بتنشط حركه القولون، طول ما حد حركه القولون بتاعه كويسه، ما عندوش امساك، بياكل كويس، بينام كويس، بياكل زبادي قبل النوم، فامتصاص الكالسيوم دي هيبقى عالي قبل النوم. فبقول لك برده ان نظريه الكالسيوم دي موجوده في الطب، ان حد الكالسيوم بتاعه مظبوط بيخس احسن من شخص تاني الكالسيوم بتاعه مش مظبوط. حضرتك في الاول اتكلمتي عن نفسيه المريض اللي عنده سمنه، عايزين نعرف ازاي نقدر ان احنا نساعده، يعني كعيله او كاصدقاء نساعده ازاي. نفسيه المريض زي ما قلت لك في الاول، ان هو يعني بختص ان السمنه مرض عامه في العقل نفسه مش في المعده. ليه؟ لان بعض العيانين، مش بعض، معظمهم بياكلوا وهم مش جعانين، هو بياكل عشان يتسلى، بياكل عشان يضيع وقت، بياكل وخلاص. فعشان كده بقول ان هي في العقل. وفي حاجه اسمها ايموشنال ايتينج وستريس ايتينج، يعني حد عنده مشكله واتيفر بقى في شغله في حياته ياكل، واحد متعصب ياكل. فدي كلها مشاكل ليها علاقه بالسنترال نيرف سيستم اللي هو الجهاز العصبي نفسه. وبالتالي ان انا لازم العيان اخد بالي كويس جدا منه، ان انا لازم اقعد معاه افهمه. يعني هو لو فهم واقتنع مش هيعمل كده تاني. ان انت مش لازم وانت جعان تروح تاكل، انت ممكن تعمل مشروب، ممكن تشرب حاجه، ممكن انت لو انت واحده بنت يبقى لك هوايات حاولي تشغليها. كل واحد فينا بدل الاكل، بدل الاكل يعني بدل الاكل اكيد كل حد عنده حاجه معينه ممكن يشتغل عليها في حياته. وبعدين مفيش حاجه سهله، يعني كل حاجه النجاح صعب. الدايت نفسه هو بدون حلم انا وكل حاجه وندخل كل حاجه، بس لازم عندنا اراده. لازم عندي حافز، والحافز بتاعي مش بس ان انا يبقى جسمي كويس، لا اكيد انا لو ست ابقى عايزه ابقى حركتي بسيطه، لو راجل ابقى عايز ان انا اقدر اخدم عيلتي، اخدم ولادي، ابقى اقف جنبهم، مش هبقى على طول تعبان. فبالتالي لازم اطلع الحافز ده، لازم اسيطر على عاطفتي جدا واسيطر على الستريس بتاعي جدا، اكل اكل صحي لو انا جعان. حتى الرياضه من الحاجات اللي بتقلل ابيتايت. يعني انا لو الشهيه، انا لو لعبت رياضه نص ساعه ممكن ما بقاش عايز اكل خالص بعدها، فعلا بتقلب. ممكن انا مثلا في البيت امشي 40 خطوه، امشي 20 خطوه، اقوم اشرب كوبايه ميه، اعمل حاجه سخنه في اشغل بيها نفسي، اشغل نفسي بيها، اكلم في التليفون مع صاحبتي، اكتب لو بحب الكتابه، ارسم. المهم ان انا اشوف اي حاجه، وهي دي الحاجات اللي احنا لازم نتكلم فيها مع العيال. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. ميرسي. اعزائي المشاهدين، كان معانا النهارده الدكتوره عليا صلاح، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه بكليه طب القصر العيني، وعضو الجمعيه المصريه والعربيه للتغذيه الصحيه والعلاجيه. بنشكر حضرتك تاني يا دكتور. ميرسي. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. سعدت جدا بوجودي معاكم، ويا رب نكون اسعدناكم. انتظروني الحلقه القادمه ان شاء الله، وموضوع مهم جدا جدا.